هي الانطلاقة الرابعة تمت بعون من الله تعالى وتوفيقي وشرطنا الرابع الخاص هنا أيضا بالقعدان هنا من ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل سن الحجايق هنا بهذه التحديات نتابع ونسير في المراكز الأولى وهنا شاهين مطر بن محمد بن سالم برويس رجتبي من يأتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول المركز الثاني شاهين مصبح بن راهد بن مصبح الظاهري وعلى المركز هنا أيضا من الجانب الآخر هناك يأتينا النادر سعيد بن حليس العويسي من ينطلق بالتحديات الجميلة وصل هنا عرب بهذا الأداء لمحمد بن حمد بن علي العمري من ينطلق على المركز الرابع وفي المركز الخامس مزاح خميس بن محمد بن كراز المهيري هذه هي الأسماء الخمسة الأولى المنطلقة في هذه التحديات الجميلة وبدأت التحديات والإثارة مشاهدينا الكرام والتغيير هناك من النادر من انطلق إلى الصدارة انطلق إلى المقدمة وإلى المركز الأول شعار الشوط الأول للقعدان ينطلق هنا أيضا مع سعيد بن عامر لحو العويسي هنا مع النادر بهذا الأداء المميز الجميل والتحديات والإثارة مشاهدينا الكرام المركز الثاني شاهين المصبح بن راشد بن مصبح الظاهري من يأتينا هنا شعار الخميساني ينطلق بالتحديات المتميزة الجميلة وعلى المركز الثالث هناك مزاح ينطلق على المركز الثالث هنا لسيد خميس بن محمد بن كراز المهيري وهنا القادم لوضيحي أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي من يأتينا بهذه الانطلاقات الجميلة والوصول من شاهين الحميد بن سالم بن مصر بن قبعة المنصور الله تحديات إثارة هنا بهذا الانطلاق الجميل انتصفنا المسافة مسافة 3 كيلومترات وهنا لا زال النادر على صدارة النادر على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور لسعيد بن حليس العويسي هو المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط المركز الثاني شاهين المصبح بن راهد بن مصبح الظاهري وعلى المركز الثالث لوضيحي أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي من يأتينا على المركز الثالث وفي المركز الرابع وصل هنا مشعل أيضا سيد أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي ومن الجانب الآخر هناك مزاح لخميس بن محمد بن قراز المهيري يا سلام بدأت التحديات بدأت الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكروم الله تحديات وإثارة ولكن أرى لوضيحي بدأ يتسلل على الصدارة بدأ يتسلل على المقدمة على المركز الأول لوضيحي هنا للسيد أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي والنادر سعيد بن حليس العويسي هناك ياتينا شاهين المصبح بن رايد بن مصبح الظاهري وعلى المركز الرابع مزاح لخميس بن محمد بن كراز المهيري ولكن لوضيحي من انطلق على الصدارة انطلق على المقدمة على المركز الأول يبغي النقطة الثانية لأهالي جميرة في هذا الصباح المميز الجميل ها هو لوضيحي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور يسيطر على الصدارة هو على المقدمة سلام لجميرة سلام لجميرة على هذا الأداء المميز الجميل هنا وانطلاقة لوضيحي على خط النهاية المركز الثاني يأتينا جايين صبح بن راهد بن مصبح الظاهري ولكن الصدارة خلاص مع لوضيحي تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل هنا للوضيحي ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس تهانينا سيد أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد شكرا يا أبو مانع.
دعم رسمي لهذا الشعار. المركز الثاني وصل شاهين صبح برهاب صبح ضاري. مركز الثالث ما يخاف سعيد بن عيد بن كوس الفلاسي. هناك الوصول من قبل مبعد لمحمد بن حمد بن سالم الزرعي ومشعل لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. خامسا وأربع دقائق 46 ثانية هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.